استباحوا المستشفى وجعلوه أشبه بحلبة مصارعة. هكذا بدا المشهد في مستشفى اليرموك، شجار بين عائلتين في ردهة الطوارئ التي تزدحم بالحالات المرضية الحرجة. شهود عيان تحدثوا للعراقي الإخباري عن الحادثة التي خلفت بحسب إدارة المستشفى خسائر مادية وبشرية. العركة احنا البارحة هنا صارت، يعني عندنا مرضى، يعني الولد المنتسبين ما قصروا خطية، زين الله شاهد، مرضى قامت تتراكض، العالم قامت تتراكض، يعني ما بيها داعي، هم متعاركين برا وعلى طاسة لبلبي، يعني هي تستوجب ان المستشفى تنقلب على طاسة لبلبي او المرضى؟ والله المريض مالي قام يركض هو والكانونه. قامت مجموعة من المواطنين بالاعتداء والشجار فيما بينهم داخل حرم المستشفى، بالتحديد غرفة الطوارئ الجراحية، غرفة العمليات الصغرى، وصار قذف والشتم ومسبة بيناتهم، كذلك تحطيم بعض الممتلكات العامة. المواطنين يحاولون يلتفون على القانون وعدم الالتزام بالقانون، من مراجعين إلى مرافقين، إلى إدخال المأكولات، إلى إدخال أجهزة كهربائية، إدخال مأكولات، هذا كله ممنوع قانون وزارة الصحة. هذه الحادثة تضاف لمسلسل الاعتداءات المتواصلة على الملاكات الطبية التي طالبت بتجديد الإجراءات الأمنية في عموم المستشفيات، فضلا عن أهمية تعاون المواطنين في الحد منها. مو جديد، سلسلة الاعتداءات متكررة على الكوادر الطبية بداخل المستشفيات. الدور حقيقي للحماية أعتقد شبه يكون معدوم. إذا كان المريض معاه 10 أشخاص مرافقين راح اقدر اقدم الخدمة الفعلية، حيكون المكان مزدحم، وهاي الاشياء اللي تصير من الاعتداءات يعني حقيقة هذه هي اكبر عقبة تواجهنا. ما حدث في مستشفى اليرموك وما يحدث باستمرار في بقية المستشفيات من حالات اعتداء على الملاكات الطبية وحدوث شجار بين المواطنين داخل المستشفى يتطلب وقفة جادة من قبل الجهات المسؤولة وحتى الأوساط المجتمعية لمنع تكرار مثل هكذا حوادث في الوقت الذي نحتاج فيه للتعاون والتكاتف لمواجهة وباء كورونا. من داخل مستشفى اليرموك في العاصمة بغداد، حسن الفواز، العراقية الإخبارية.